الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نمضي وإياكم في سلسلة رسالة. عنوان المحاضرة اليوم ظاهرة التسرع في الطلاق. كنت فيما مضى تشاهد المجتمع الاستثناء منه حالة الطلاق، يعني إذا بتجمع 50 عائلة على مدار 30 سنة تسمع أنه في حالة طلاق، شيء استثنائي هاد. الآن اجمع 30 عائلة بتلاقي من 10 للـ15 في طلاق، والمشكلة هو التسرع في الطلاق. طلاق كلمة يهتز لها عرش الرحمن. يجب أن نعرف قبل أن نبدأ بالمحاضرة أن الزواج نعمة. اللي عنده زوجة هذا يعيش في نعمة، زوجة يسكن إليها وتسكن إليه، تخدمه في بيته، تخدم أولاده، أي نعمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ماذا أولها ابن عباس؟ الزوجة، والزوجة الصالحة. اليوم كثر الطلاق وصارت الأرقام التي نقرأها في مراكز الإحصاء مخيفة، حتى في بعض الدول العربية نسبة المطلقين أكثر من نسبة المتزوجين. يعني إذا عندك أنت مثلا 1000 أسرة 600 أسرة يعيشون حالة طلاق. شو السبب؟ ما هو السبب؟ أول سبب سوء الأخلاق، سوء التربية، سوء العشرة. يأخذها من بيت أهلها معززة مكرمة، ثم ما يلبث أن يرميها ويردها إلى أهلها، وقد ضربها وقد شتمها وقد أهانها. سوء أخلاق، ما في تربية. كما هو الحال في كل أو أكثر الحالات التي نعالجها في المجتمع سببها سوء الأخلاق. 2 متخانقين، ما في أخلاق، ما في صبر، ما في حلم، ما في إيثار. هذا أول واحد. السبب الثاني أن الأزواج استخفوا بالحقوق والواجبات. الطرفين، الزوج هلا بدق له واحد تليفون بيقول لك قاعد بالمقصف، قاعد بالقهوة، هلا هو مكانك انت ولا مكانك؟ اما ان تكون تجد وتعمل وتكسب، واما ان تكون مع عيالك في خدمة اهلك في انس اهلك. استخفوا بالحقوق والواجبات. والمرأة ليش غرب البيت؟ بدل أن تكون في بيتها في خدمة زوجها لا تروح، مهم طلعوني أمي وأمك وستي وجدك، وين كانوا يطلعوا؟ وين يجلسون؟ في البيوت. الرجال في الأعمال والنساء
يقمعنا في البيوت، إما أن تكون تطهو، تربي، تتهيأ لزوجها. هل وين هلا ماسك الواتساب وقاعدة من الصبح حتى المساء؟ حتى سمعت أنا مقولة، قال هذا الفيسبوك والواتساب إجانا نعمة من الله عز وجل بهالأزمة، كان طقيت روحنا. هذا حال المفلس. كثر الطلاق في هذه الأيام لأنه كثر الحاقدون وكثر الواشون وكثر الحاسدون. أنا بشوفه عيلة نموذجية، يعني أب وأم وأولاد بطرقوهن عين، تاني يوم ما تلبث أن يعني ينهار البيت من الداخل. شو السبب؟ حاسد وعائن، لأنه العائن يأتي من الحسد. الواشون هاتجيب. لذلك أنا نصيحة للأخوات، لا تكثري الجروب تبعيك، لا تكثري الصويحبات. من كثر كلامه كثر لغطه، لأنه ما في صديقين. يعني هاي شو عم تذكرك بالله؟ إن رأت خيرا منك حسدتك. وإذا ما عجبها شيء منك تشي. والآن ما في أسهل من الإنسان أن يشي وأن يدخل. كان واحد دق له تليفون ما تلاقيه، مسكر جواله، هلا بلاقيه دخل على الواتساب. اقتحم عليك إيش؟ خصوصيتك. مشان هيك كثر الطلاق. كثر الطلاق عندما صرنا لا نرى زوجا يغفر ذلة، عندما صرنا لا نرى زوجا يستر عورة، من كلمة صغيرة زلي خط أخطأت، ما طبخيت، راحت لعند أمها بدون إذنك، ما هي ما ليست يعني بالكبيرة، يمكن قالت لك بس أنت ما انتبهت. شو النتيجة؟ طلاق. يا لطيف، لم يستر عورة. كثير كل إنسان يخطئ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كثر الطلاق لأننا صرنا لا نرى زوجا يخاف الله. لك يا أخي أهلها مو هون، مالها أهل، وين الآن ترميها؟ إيه ما لو في خوف من الله، اللي بيخاف الله ما بيعذب هرة، اللي بيخاف الله عز وجل يسقي كلبا فيغفر الله عز وجل له ويشكر صنيعه. اللي بيخاف الله لا ينسى العهد، إن حسن العهد من الإيمان. هلا ما أن هيك تصير مشكلة صغيرة، لذلك هلا الأزمة إلى فوائد. فوائد الأزمة أنه تعرف معادن الناس. جزى الله الشدائد كل خير أبانت لي عدوي من صديقي. في نساء كمان ما عندهم خشية، ما عندهم مخافة لله عز وجل، كان عندها بيت وطلعوا، وجدت الآن سكنت عندها يعني حماتها، ما عاد عجبها، طلقني، عنده بيت صغير كذا أموره صعبة، طلقني. وين إن حسن العهد من الإيمان؟ لما كنت بأيام الرخاء كنت تأكلي على كل ضرس لون وتلبسين ما تشتهي،
هي ما كنت تذكرينها. الآن حال الناس كلهم من إيش؟ من بعضهم. كثر الطلاق عندما فقدنا الصالحات القانتات العابدات، لأن الإمرأة الصالحة كما قلت تحتوي الشدة، تصبر في اللأواء. المرأة العابدة تصبر وتحتسب. ألا في حالات أنا تأتيني الاستشارات التربوية والأسئلة الفقهية، طلعوا على أوروبا، شافت أوروبا وشافت النعيم اللي هي تحسبه نعيم، أتطلني؟ ما بتقول له طلني. في حالات تركت زوجها وتزوجت وهي على ذمته، حالات أنا وصلتني، خلعت حجابها. بل لما يكون في تقوى وفي إيمان تصبر. كثر الطلاق لأن الآباء تدخلوا في شؤون الأبناء. انت ايها الاب الكريم مو بدك تروح لعند ابنك، ما بتروح لعنده الا بموعد، ولو انت شاري له البيت. انت ايتها الام الكريمه لا تذهبين الى بيت ابنك الا بموعد، تتروحي معززه مكرمه يهيئولك. واحد اذا جاء عرفان انه جاي ضيف هي حاله برتب البيت، ظبط الضيافة، حتى هيك يكون دائما بأنس عالشاردة والواردة، وكما يقولون نقف فوق رؤوس أنوفهم. وقلي لي شو صار معك، وقل لي شو صار معك. طلقوا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تركن تركهم يبنوا حياتهم، بتخاصموا بتصالحوا بعدين يبنون. تدخل في الشؤون في أبناء ما بتصرفوا تصرف حتى يسألوا أمهاتهم ساويت معي هيك. الأم الصالحة تقول له الله يرضى عليك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوانا الكرام، النبي يجوا يقولوا له الصحابة أنه فلان نافق، عم ينافق، له لا تقولوا لي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحرى وعلم أنه منافق شو يقتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا فلان أتريد أن يجري حديثا بين الناس بين الركبان أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا. الله يسر الكون، روحوا حتى أبنائك الصغار هلا بالتربية بعلم النفس اللي بتدخل بالشاردة والواردة ما عاد يكون له قيمة. هلا بالمدرسة المدير، يعني هلا إذا واحد لنفرض هيك عمل شغلة صغيرة بياخدوه عند المدير؟ لا، أول شيء الأستاذ بيحلها، إذا ما حلها شغلة كبيرة في الموجه. لما نحن لما كنا في المدرسة يقولوا ياخذوك لعند المدير، يعني شو خلا هذا خلا عرف يعني يا فصل يا في شيء كبير. أنت المديرة أيتها الأم الكريمة، أيها الأب الكريم أنت المدير، ما بيصلوا لعندك إلا بعد إيش؟ حواجز. أما إذا المدير بده يتدخل بكل شاردة بكل واردة بيقول له روحوا قولوا للمدير، ما عاد له لا سيطرة ولا كلمة يطاع فيها. كثر الطلاق لما صار الناس يتعاطون بالمخدرات والمسكرات. نحن قاعدين بالجامع الله يسلمنا، في ناس اخوان الكرام
شأنهم في الليل يسمرون ويتعاطون. وللأسف البلد عنا دخلت في دوامة، وأنا أقولها وللأسف، أن طلاب المدارس وطلاب الجامعات، إن هناك من يسوق لهم ومن يروج لهم ويتعاطون هذه الظاهرة، نسأل الله أن يسلمنا منها. نحن في هذه البلدة ما تعودنا هذا الشيء. هناك في بلاد تعودين، نحن ما متعودين. صاروا يتعاطون، عم ياخذوا الأدوية، عم ياخذوا الشراب السعلي والسيمو والكوكايين مدري ايش، يعرفوا الدكتور خالد شو اسمه، سيمو كودائين، كودائين المعروف. والله دخلت الى الصيدلية بالامس، قالت لي والله يا استاذ شوف عم يجيبوا وصفات من عند اطباء وعم ياخذوا المادة لك وعم يشربوها حتى ايش، حتى ينبسط ويصير بعالم، يصير بعالم اخر. كثر الطلاق لما كثر المال في الجيوب، فصار يعقد في يوم ويطلق في يوم. هلا في ناس معهم مصاري، صحيح احنا في أزمة، في تجار أزمة معه ملايين، فتتزوجي فيزوجها بعدين يرميها. كثر الطلاق. سبحان الله، الإسلام جعل الطلاق شيء استثنائي، حل، ولكنه حل نهائي. تعرفوا الواحد لما يصاب بمرض يسموه الجرجرينة أو الغرغرينة، هذا يعني آخر حل له البتر، ما في حل، يعني لأنه بده يمشي. الطلاق حل نهائي. الطلاق لا يكون إلا بعد استشارة أهل العلم، استشارة أهل الخبرة، استشارة من يلوذ بك من الأرحام. ما هو أمر لك؟ إذا بدك تشتري بيت بتستشير 10 أشخاص، وإذا بدك تجيب سيارة بتستشير 20 شخص. بدك تطلق، بيجي الأخ بيقول لك اتفقنا مع المحامي مدري إيش. إياك يا أخي، إياك. الضحية هو أنت، والضحية هو أنت، والضحية هم الأولاد قبلكما. هل تعلم أن هذه التي تؤلمك، هذه التي لا تجعلك تنام الليل من لسانها، هذه المرأة ربما يأتي يوم ويصلحها الله وتكون لك عونا في شيخوختك؟ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس: الخير الكثير هو الذرية أو الولد الصالح الذي يأتي من هذه المرأة التي كرهتها، لأنه في ظروف الإنسان بمر فيها يرى أنه الآن الأمر كله سوء. بدك تصبر، بس تصبر وتحتسب، الحياة مو كلها سوء. هلا في شي واحد بيقول لك أنا أخي ما عاد أدرس، طول بالك يا أخي، صحيح أنت رسبت هلا، لكن إن شاء الله السنة الجاية الأمور تتحسن. إذا بده يبني حياته على هذه الساعة سوف يندم. لذلك أتمنى عندما يرى الإنسان، لأنه أيام المجتمع هو اللي بيتحمل التبعات،
يعني عندك ابن، عندك أخ، عندك شريك تراه مقدم على موضوع الطلاق، يجب أن لا تشاركه الرأي، ويجب أن تكون له ناصح. عندما قل الناصح كثر الطلاق. والمؤمنون بعضهم لبعض نصح. ياما دخلت في مجالس كانت النتيجة كما يقولون صفر، الكلمة الطيبة بالأنس بشيء من الحوار تتبدل الأحلاس. شو فيها الآن؟ بيجي بيقول له خلص طلق طلق وحامي طلق طلق، وانت وين دورك؟ والأب وين دوره؟ بيقول له أخي كل واحد بياخذ قراره لحاله. والأم الحماية. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه. أيام الإنسان بيكون إيد لقدام وإيد لوين، بيجوا بدفشوا الدفشة بدل ما يقولوا له رجع لورا بيقدموه لقدام. لذلك إخواننا الكرام الإنسان بده يصبر. الحياة الزوجية عنوان الصبر. بعدين هي الحياة من شأنها النكد، ومن شأنها الكبد، ومن شأنها التعب. مو الواحد كل ما هلا كل واحد ما وجعه سنه بيخلعه شو بيصفى؟ بلا أسنان. هلا إذا وجعه راسه بيخلع راسه ولا بيصبر؟ زرت أخ مريض عنده مرض في قدمه، مفتوحة رجله، موضوع سكر وما سكر، إذا بتتفرج على القدم ولازم يبتروا له إياها هلا أبدا. سبحان الله، زرته أول مرة وتاني مرة وبعد أسبوعين ثلاث أسابيع وتماسل للشفاء وطلع الجلد، طلع مدهن العسل وعم يصبر عليها. وأصلحنا له زوجه. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وأصلحنا له زوجه. الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. أصلح له زوجه، قال كان يدعو الله عز وجل أن يصلح لسانها. مرت نبي بدك تصبر، بدك تصبري. طلاق كثير أنا بقول لهم يعني هل أنت إذا تزوجت يعني يلي اللي حتجيك أحسن؟ لا أبدا. بعدين الحياة الدنيا ما لها مستاهلة إنه الإنسان يعني يقعد يبني من جديد. هلا واحد إذا بده يبني بناية بهذا الوقت قديش بده؟ والله إذا بيجيب مهندسين الدنيا وكذا والله بسنتين ما بتخلص معه، وثلاث سنين ما بتخلص معه. إيه آخر شيء لك والله ما عجبني بدي أخذ بناية تانية. مستاهلة الحياة؟ مستاهلة؟ أخواننا الكرام عنوان الحياة الزوجية الصبر. يصبر الإنسان، يصبر. والنبي صبر صلى الله عليه وسلم، كان عنده أمهات المؤمنين وكل يوم قصة وكل يوم حالة، ولكن كان يصبر صلى الله عليه وسلم، وهو إمامنا وقدوتنا. كل يوم يطلع له نكد، وستنا عائشة تقول له أنت الذي يزعم الناس أنك رسول الله، يأخذها باللطف ويقول أو في شك أنت يا أم عبد الله. وقرأوا سورة التحريم وما فيها. لذلك العنوان هو الصبر الجميل حتى لا تقع في العاقبة، لأن العاقبة ما هي سليمة. هي الإنسان ربما يعني يقول لك أنه أنا خلصت من 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 داء. امرأة مثلا لسانها طويل لا تسمع الكلام، طيب وعندك ثلاث أولاد
خلصت أنت من المرأة والأولاد من لهم؟ لا يربي الولد مثل أبيه وأمه، تشرذموا. لذلك كرمال عين تكرم إيش؟ مرج عيون. أيضا أخوانا الكرام، إذا ما حقول 90% حقول 70% من الناس لك بيجي بيطلق بالثلاثة. لك الله عز وجل قال الطلاق وقديش مرتان، هو فهمان أخذته العزة بالإثم، بده يثبت رجوليته. مثل الأولاد الآن اللي بالشوارع تلاقي عمره 12-13 سنة حاطت سيجارة بتمه. مرة سألت ولد ليش، قال لي والله عمو هيك يعني أنا حاسس حالي زلمي، يمسكها بيحطها هيك يا يمين يا شمال، يعني مو الحق عليه، الحق على هالمسلسلات اللي بالتلفزيون، الحق على الناس اللي بالطريق. أخ من الإخوان الكرام مرة كنا بمعيته في الحج معه عائلته، يعني معه بناتك يعني 14 و15، يروح لمكان هيك مسكر يدخن ويرجع. قلت له يعني ليش هيك عم تسوي هيك؟ قال لي أنا ما بدخن قدام حدا، ما بدي حدا يشوفني ويقتدي فيني، أني قال لي أنا مبتلى، ادعي لي الله يخلصني من البلاء. والله قناعة، ما بدي يطلع قدام ابنه. هلا نحن بعد بيدخن شلون بيعمل لك هيك، يعني كأنه شيء يعني من العظمة والأبهة، شيء بينفخ على اليمين وشيء بينفخ على الشمال. الله يتوب عليك، لا تفعلها. صارت الأكابرية شلون هلا، صار بدي يصير زلمة أكتر، حط لك موبايلين وفوقهم منهم إيش باكيت وفوقهم منهم قداحة. الله يعينك على الكركبي، الله يعينك على الكركبي. والله أنا موبايل مالي عرفان شلون بدي أنفوت فيه، لا أدري وين نحطه، يمين ولا شمال. بتلاقي حطه بجيبتك بيرن موبايل صديقك نفس الرنة، تحط إيدك بجيبتك مو هو، شو بدك من؟ مشان يصير زلمة. من سن سنة سيئة فله وزرها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها. إخوانا الكرام، لا تدخن قدام أولادك. طلقة واحدة صارت مشكلة، إيمان طب السنة في طلقة واحدة افتح مجال للصلح. الله قال الصلح خير، لا مو هيك، ما في إلا ثلاثة. جاء رجل إلى ابن عباس قال يا ابن عباس طلقت امرأتي 100 تطليقة، قد ايه؟ 100. بل اذا بيحللك شيخ يحرمك قد ايه؟ 100. شو 10؟ فقال 3 حرمت بهن عليك، و97 اتخذت بها كتاب الله هزوا. عم تسخر من كتاب الله؟ يلي عامل حالك فهمان. نص مشاكلنا اخواننا الكرام تعرفوا من ايش؟ من التسرع. هذا هلا بتضرب براسه بده يسافر، شو ما عاد تحمله لا ارض ولا سماء، لا سماء تظله ولا أرض يستطيع أن يمشي عليها، ولا يسافر. لك يا أخي طول بالك، العجلة من مين؟ يا ريت تستعجل للخير وعجلت إليك ربي لترضى. طول بالك، تسرع، تسرع في الشراء، تسرع في البيع، تسرع في الطلاق، هذه الظاهرة التي نتحدث عنها. طول بالك،
ولو هي عم تقول لك طلقني، ولو اجتمعوا كن الرفق والحلم والتأني هي أخلاق الإنسان المؤمن. عم تشوف في المجتمع الآن زوج وزوجة صلوا عايشين 10 سنين وانجبوا أولاد وعائلة متميزة ما بتسمع بالطلاق. شوفي سبب تافه، هذا حرام. أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. مشان بيجي بأس بسبب بسيط، عزمونا وما عزمونا، من نروح لعندهم وما أجوا لعنا، وأختك وأختي وأمك وأمي معي على التليفون هيك، والتانية ردت عليها هيك، وهي تجاهلتها، وهي كلها أمراض القلوب. الأم الكبيرة اللي هي الحماية خليها تكون الوعاء الكبير تتحمل. كانوا يعيشون في بيت واحد 30 نفر، يتزوج الابن عند أبيه وينجب أولادا، وكلهم ما تصيبهم مشكلة. لك هلا أنت قاعدة ببيتك ومساوي لك بيت لحال، وقاعدة مثل ما بيقولوا متستتة ملكة. الأم الشرقية ملكة ملكة. روحوا شوفوا النساء في أوروبا وفي أمريكا، فزوا من الساعة 7 الصبح لوين؟ عالشغل. هم ملكة تفز الساعة 10 بينما تشرب فنجانها، تمسك الواتس أب تبعها، بعدين بتتصل فيه بتقول له كيلين جاج، كيلين لحمة، إذا ما في لحمة هلا بتقول له بالجاج، بندورة، خيار، خلافه، تعرفوها خلافه؟ تعرفها أبو حسني؟ اللي ما بيعرفها بتقول له بندورة وخيار وفليفلة وباذنجان وبطاطا وخلافه، خلافه يعني بقدونس وكزبرة وفجل، وهدول خلافه. بيروح المسكين بيسوق هذا، نشوف الأسعار، الله يلطف فينا بجاه الحبيب، الله يصرف عنا الغلاء والوباء، هذا كله من ذنوبنا والله يا أخوان الكرام. الله قال وإن عدتم عدنا، لهلا نحن صرنا هلا 5 سنين ما، لهلا في ناس ما بتصلي، لهلا في ناس بتصبوا لله، بتقولوا تكفر بالدين، لهلا في ناس بلعن والديه، لهلا في ناس تضرب أبائها بكل هالأزمة، لهلا في ناس ما اصطلحوا، أخين أختين أخ وأخت، من وين ما بتجينا البلاء؟ الله قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مو بيرخص لكم الأسعار، البركات، ولكن كذبوا، غش، احتيال، سرقة، ما في تربية. صار فيه الآن شيء معروف بالقانون، هو شيء اسمه الطلاق التعسفي، هو بمرض الموت بشان انه صار مشكلة بينه وبينها، شو بيساوي؟ بيطلقها بشان يحرمها من الارث. او لسبب معين، هذا كمان طلاق تعسفي، يحرمها من الارث، مثلا لمرضها، مرضيت، أو الآن عم تتغير الأحوال، الغني شو صار والفقير صار معدوم، فيطلقها ليحرمها. أو كما قلت لكم الغني
هذا اللي بيتجوز اليوم. أنا بدي أوجه برسالة خاصة لحالة بس هلا حامل رأها، الأخوات الأنثى أيا كانت، نحن في مجتمع ذئاب، معلش اسمحوا لي، طبعا أنا لا أعمم، بيجي إنسان بحالة معينة شايفين المعادلة إنه مو مزبوطة، لا سن مناسب، لا الكفاءة مناسبة، لا الـ 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 الإمكانيات مناسبة، هذا إنسان صاحب مصلحة، مرة جاني إنسان طلبوا مني عقود، الفتاة عمرها 35 الشاب 20، اسمعوا هلا لو الشاب 35 والبنت 20 يعني بتمرق لأسباب موجبة، والمقلوب أول وحدة وثاني وحدة وثالث وحدة ورابع ما ركبت معي، قلت له يا أخ والله مو زابطة، قال أستاذ بدك تعقد، قلت له ما بعقد العقد، بعد 3 أسابيع بيجي لعندي مين أبوها اللي طلع الرجل مو تمام، قلت له لك أنا حكيت لك أعد مع إنسان يعني له نظرة في الحياة، قال لك مو زابطة، الناس مظاهر، الآن اللي عم تشوفوهم مظاهر، أنا من 10 سنين و15 سنة كنت يعني يعني إلي ذهاب وإياب، يعني أذهب في البلدان يحكوا لي اللي شايفوا هذا اللي قاعد مثلا في هذا المكان هون، قلت له إيه عم يشرب فنجان قهوة لنفرض حقه 4 دولارات أو 10 دولارات بمكان ما، قال لي هذا شاحدهم وقاعد هون، ليش؟ برستيج يعني مظاهر، بتدين ليعبي سيارته بنزين، هو مو سيارته كمان، بيجي لعند عائلة بيقول لهم أنا كذا وكذا وكذا وكذا، إيه تحملوا نتائج. أنا أقول لكل المتزوجين الراحة المنشودة في البيوت، الراحة الكاملة هي وهم، إنسان يقعد في الصبح لاقي الفطور بعد منه قهوة روح ارجع يلاقي كل شيء مرتب، بعدين امرأته متهيئة على مدار كل حياته، هذا أنت عايش بالجنة، واللي الله مهيئ له الله يهني، بس بشكل عام هي المرأة ما بتمرض، ما عم يجي الواحد بيناتنا رشح ما عم يطلع منه بشهرين، عم يطلع عمي أبو عبد الله من كثر البسط، سألني أخ مرشح صار لي أنا والله شي شهر، قلت له كان يطلع الإنسان هيك شميت هوا نص ساعة يرجع معافى، أحلى دواء إيش الأوغمانتين ولا شم الهواء، تسموا هلا ما عم تشموا هواء، عم يشيروا إنه في أجمل تلاوة. طيب شوفوا الرجل وليس الذكر كالأنثى، تقعد تناقشها تقول هيك هي مو مثلك وهي ما بتحسن عليك لأنه أنت رجل وهي أنثى، وهي إذا حكيتها هي عاطفة بدها تنزل دموعها، ما لم تخلقوا بسوية واحدة، اصبر اشكر الله على النعمة،
والله أنا أيام بفكر هيك تفكير. الله عز وجل قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من إيش؟ من أنفسكم. تصور لو الإنسان بده أنه ما كان الله عز وجل يعني أباح لنا من البشر أن نتزوج، لقد تزوج من الحيوانات، شو يصير فينا؟ من أنفسكم، من أنفسكم بشر مثل حكايتك، تبتسم وتمشي على رجلين. تصور أن تكون الزوجة تمشي على أربع، والله بتعضك عضة. فاشكروا الله، وفوق منا بدك تطلي. أنا بالنسبة إلي حطلع هلا فرمان على الحبايب اللي بدون يسمعوني ويحضروا الدرس. ما حدا بيطلق حتى يستشير. إذا ما بدك تستشيرني إلي شخصيا، استشر من تثق بدينه. ما ممكن، ما في مسامحة، ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبي. تجي انت هيك بتجي، وانت كمان تطلب الطلاق من غير عندك اولاد، دمرنا الامة. الان حالات الطلاق، روحوا بس انزلوا على الاسر العدلي، على القضاء الشرعي، شيء يندى له الجبين. أنا أكتفي بهذا الوقت لأنه أجمل تلاوي، لو أنه الكلام. اتقوا الله أخوانا الكرام، صبر، برجع بعيد. لعل هذه المرأة طويلة اللسان التي لا تجعلك تنام من كثرة ما تزعجك، بسموها نأ، إن صبرت عليها لعل الله. خاصة بالبدايات، ما في تفاهم البدايات. الواحد أول شيء، ما إنسان بيقعد بيسكن بيت سنة وبيقول لسه ما عم يزبطه، ساعة من هون بده وساعة من هون، ليش؟ لسه ما تلف عليه. بيقول له قبل سنة وست شهور لا تذم ولا تشكر أبدا. هل هديك أيام زمان؟ أنا بقول لهم يمكن بده 15 سنة إلا الشغلة، لأنه على حسب الدولار بدك ضربه 10، لأنه الأمور اختلفت، وعلى حسب الأخلاق ضربة 100. الله الله يفرج عنا. ما ممكن الإنسان حتى تستخير، لأنه هذا فرام، سيارات بلا فرام توديك على الهاوي. رجل مدير أسرة بلا فرام ما تزبط. لذلك وليتق الله، وليتق الله ربه. ليش؟ مشان الأولاد. هدول الأولاد إذا بده يربوا عن ستهم وعند خالتهم، ما عم يقلش مين لهم. أنو ست بتحويهم؟ ست اللي صار عمره 60 و65 سنة بتقول لك الله يوفقكم، حمل وامشي، ما له خلق. مين دي ربيهم؟ الشارع. أنت دهورت أبنائك اللي هن رسمالك عشان مصلحتك الشخصية. في حالات لما أجمع عليها الأطباء يكون بدها بتر، نبتبرها ونحن زعلانين. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في رسالة أنا إن شاء الله يعني أعمل على تحضيرها، ولكن هلا من مر لكم يعني الفحوى تبعها. رسالة هي تتم لهذا الموضوع. حالات الطلاق الواقعة الآن في المجتمع عندنا، أتمنى من كل إنسان أن يراجع هذا القرار. الكلام للزوج وللزوجة. الله عز وجل قال والصلح خير. صلح إيش؟ الخير. أول شيء امتثالا لأمر الله. اثنين، لأنه لا يربي الأولاد مثل الأب والأم. ثلاثة، الإنسان لما يأسس شيء أصعب شيء التأسيس،
هلا أصعب شيء الأبو صح؟ أنت أسست وهي مشكلة. أعظم الشجاعة أن يعفو الإنسان ويصفح ويعتذر، هذا الشجاع. شجاعة مو بالعضلات، تجي واحد هيك يكون عنده يعني حالة معينة من الثقافة وحالة معينة من الغنى والمادية، روح يصالح زوجته ولا خلص أنا أخطأت فأنا أعتذر كرمال هالأولاد. أنا أهيب بكل إنسان دخل في حالة طلاق ولو في المحكمة ولها مخرج قانوني أو شرعي أنه يرجع الأمور لنصابها إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، وأن نعود لنبني بيوتنا، نبني هذه الأسرة، نبني هذا البيت الذي أسس على التقوى والإيمان. إن شاء الله سوف أفرد له يعني رسالة خاصة، وهذا رجاء كل الحالات. لو كان في خطأ، ما في إنسان ما يخطئ، لو في شيء من عدم الرضا في ناحية معينة، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله نحب. النبي كان يعفو وعفى صلى الله عليه وسلم عن كثير من الحالات، أزواجه أمهات المؤمنين. اقرأوا سورة التحريم، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام حرم بعض زوجاته. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ حلف بعد يأكل عند هذه من أجل هذه. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام تراجع ولما الشمل. وأتمنى أنه من اللي سمعانين الدرس على الأقلية الحاضرين، الرجال، النساء، أخواننا اللي عم يسمعوا التسجيل، اللي عم يسمعوا على الميكسلر، كل حالات الطلاق اللي هي موجودة الآن، أنه الإنسان أن ينظر بها. طبعا اللي اتطلق ومش الحال وخلاص وتزوج هذا الله يسر له، أما هذه اللي مسموها يعني مطلقة ولكنها معلقة، حكم المعلقة، أو حتى المعلقة لسه ما طلقتها، الصلح خير. هذا كلام رب مين؟ رب العالمين، رب العالمين. اللهم إنا نسألك فجأة خير تخرجنا بها من الظلمات إلى النور، يا خفي الألطاف.